حياكم الله بدوام يا دكتور، الأبد، طبتم ثم صلاتك وفوالدكم على على محمد الجنة منزلة، وهذا مجلس أكرم من جديد من بعث مجالس. للأنام، وخير من قد قام بالمقام. صلى عليه ربنا، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من هنا البريئة. بالنسبة صلى للضبط، عليه. بالنسبة للضبط طبعا في اختلافات كده يسيرة. احنا يعني امامي الان النسخة الخاصة بالدكتور توفيق العبقري من شيوخ الاقراء وعلمائه في المغرب، وعالم الشيخ فاضل، وله ايضا، وهو عبقري الحقيقة، فهو محقق هذا النظم الجامع الماتع الدرر اللوانة. ففي كده هو ضبط في اشياء مهمة جدا في الضبط، فهو قال اكرمي، اكرمه بالرفع، ويجوز الوجوه الثلاثة، ولكن هو ضبطها اكرمه. الحمد لله الذي اورثنا كتابه وعلمه وعلمنا، حمدا يدوم بدوام الابد، ثم صلاته على محمد، اكرم من بعث للانام وخير من قد قام بالمقام. نعم، تفضل أسجل فقط شيخنا. تفضل، خذها، ماشي، جزاك الله. هي النسخة بالمناسبة، بعض الناس يسألون، النسخة موجودة في النت، لو بحثتم ستجدونها، نسخة الدكتور توفيق العبقري. وهو عبقري. نعم، طبعوها مدرسة ابن القاضي التي يشرف عليها العلامة شيخنا الشيخ السحابي، محمد السحابي، حفظه الله. الله يحفظك. بارك الله. أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. صلى عليه ربنا، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن شوف، الماهر في علمه ما مع فيش مشكلة، احترام الباب. انت الان بتسمع، تريد ان تسمعها يعني؟ أنا أقرأ غيبا، طب وماله، مرحبا، ما فيش مشكلة. وخير ما وساعد به علمه نفسه. وعلم واستعمل الفكر له وفهم، وجاء في الحديث. نعم، وجاء في الحديث أن الماهر في علمه مع الكرام البررة. وجاء عن نبينا الأواهي حمالة القرآن أهل الله، لأنه كلامه هنا حملات مرفع. القرآن، يعني برضه ايه، حققها احسن، حملات القرآن. حملة القرآن نعم بالتحقيق، نعم لأنه كلامه المرفع وجاء فيه المرفع، شافع. لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع. نعم، نعم، وقد أتت في لفظه، وقد أتت في فضله آثار، ليست في بحملها أسفار، بل نكتفي منها بما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم هنا المدني الخاشع، للناس. أفضل سكة، الخاشع، الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قدر والمقدم، وللذي ورد فيه أنه من المقارئ سواه سنة، فجئت منه بالذي يطرد، ثم فرشت بعد ما ينفرد في رجز مقرب مشطور، لأنه أحظى من المنثور، يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، والعالم الصدر المعلم العالم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، أثبت من المدينة ودان بالتقوى فزان دينه. بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنه أو اختلاف، وربما أطلقت في الأحكام ما اتفق فيه عن الإمام. سلكت في ذاك طريق الداني، إذ كان ذا حفظ وذا إتقان، حسب ما قرأت من ابن حمدون أبي الربيع المقرئ المحقق السند المقدم الصحيح، أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه. هنا بالنسبة للإخوة، لو حد عايز النسخة أنا أرسل لكم الرابط.
مفيش حد معايا، يبقى انت لوحدك. نعم ماشي كابتن اتفضل. ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل من النحرير، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهل والإصرار، وقد أتت في لفظه الأخبار وغير ما في النحل لا يختار. والجهل ذاع عندنا في المذهب به والإخاء والمسيب. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، قانون بين السورتين بسملة، ووش الوجهان عنه نقل. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أو صل له مبين الإعراب. وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة، للفصل بين النفي والإثبات، والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر، ولا خلاف عند كل ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، وذكرها في أول الفواتح، والحمد لله لأمر واضح. ولا تقف. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في خد أول بالك الأجزاء. نعم هنا انت قلت ايه؟ أيوة وذكرها في اول الفواتح والحمد لله لامر واضح. سكن كده افضل. بالإسكان. نعم واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. قول في الخلاف في ميم الجميع، مقرب المعنى مهذب بديع. وصل ورش ضم ميم الجمع، إذا أتت من قبل همز القطع. وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان. وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. القول في هاء ضمير واحد، والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن قصر صلة والخلف في قصر، نعم والخلف في قصر ومد زائد، ومد في قصر ومد زائد، الاثنين بالتنوين. بالتنوين قصر ومد. والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصل هذه الصلتين. وهاء هذه كهاء المضمر، ووصلها قبل محرك الحل. واقصر لقالون يؤديه مع، ونؤته منها الثلاث جمع. نوله ونصله يتقه، وأرجه الحرفين مع فألقه. رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. وصل بطه الها له من ياته، على خلاف فيه عن رواته. ونافع بقصر يرضاه قضى، لثقل الضم وللذي مضى. ولم يكن يراه في هاء يره، مع ضمها وجزمه إذ غيره. لفقد عينه ولامه فقد، نابله الوصل ما ناب ما فقد. القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. والمد واللين معا وصفان، للألف الضعيف لازمان. ما هما في الواو والياء متى، عن ضمة وكسرة نشأت. وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. وفي المزيد بالخلاف وقع، وهو يكون وسطا ومشبعا. فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، كمثل محيا سكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما، او همزه لبعدها والثقل. والخلف عن قانون في المنفصل، نحو بما انزل او ما اخفي، لعدم الهمزه حال الوقف. والخلف في المد لما تغير، ولسكون الوقف والمد ارى. وبعدها ثبت او تغير، فقصر عن وشنت وسق ثبت، ما لم تكن الهمزه ذات الثقل. بعد صحيح ساكن متصل، فإنه يقصره كالقرآن، ونحو مسؤولا فقس والظمآن. وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وألف التنوين أعني المبدلة. طبعا إسرائيل، إسرائيل المقصود بها ذات قصر عند الوصل، ليس كما فهم البعض إنها ذات قصر دائما مطلقا،
لأننا إذا وقفنا ايوه على إسرائيل تتحول من مد شبيه بالبدل إلى مد عارض، ففيها في الوقف مظبوط القصر والتوسط والإشباع وقفا. بعض الناس للأسف ايوه فهموا كلام الناظم على أنه مطلق مطلق، إن دائما نقرأ بالإيه، بقصر إسرائيل وصلا ووقفا. لا، وصلا فقط، ذات قصري عند الوصل، إنما عند الوقف لك الإيه، ثلاثة العارض للسكون. وألف التنوين أعمي المبذلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كائت لانعدامه في الوصل، وفي واحد كئيتي الخلاف كئيتي كئيتي لانعدامه في الوصل. كائت لانعدامه في الوصل، وفي واخذ الخلاف وقع، وهو يكون وسطا وعاد، ومشبعا. لا هنا بقى ايه، وعادني الاولى والان مع، ربما دي اختلاف عندك. هذا من يوم ما حفظته، أنا لازم ندخل على البيت ثم أرجع. سبحان الله. وفي واخذ الخلاف وقع، وعادني الأولى وآلان مع، والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة له توسطا، وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل راجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفض. فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة فهي بذاك بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر عن أهل مصر ألفا ومكنت، ومد قالون لما تسهل، وبالخلف في وشهد ليفصل، وحيث تلتقي ثلاث تركه، وفي أئمة لنقل الحركة. فصل. وأسقط من المفتوحتين إما وقعت في القرآن الكريم في خمسة مواضع، موضعان نعم في أئمة الضلالة، وموضعان في أئمة الهداية، وموضع في معالم الطريق. موضعان في أئمة الضلالة في ثاني القصص، قال الله سبحانه أيوة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله السلامة. اللهم والموضع الثاني يعني هو المتقدم في القرآن الكريم في سورة التوبة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. لماذا لا أيمان لهم؟ ليس لهم عهود. لماذا؟ لأنهم لا إيمان لهم، كما في قراءة ابن عامر، إذا ذهب الإيمان فلا أيوة أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فالقراءتان مكملتان. أئمة في الهداية في موضعين، موضعان في أئمة سجدة الهداية. نعم، لا السجدة دي موضوع تاني. أولا عندنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، في قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، وفي الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أما معالم الطريق فهو السجدة الذي تقصده، هو موضوع السجدة، هذا معالم الطريق. كيف تكون إماما في الخير؟ مش هيقول لك بقى كيف تكون إماما في الشر، لأن القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيقول لك كيف تكون إماما في الخير، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا، لما ظرفية شرطية حينية وجوابها متقدم عليها، لا يعني لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذا وقفت على لما صبروا يبقى السبب فقط هو الصبر، الصبر فقط هو ايوه السبب، ولكن الراجح الوصل. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وفي أول البقرة قال إيه، وبالآخرة هم يوقنون. وابن مسعود فقه الحكمة فقال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. يبقى إذن الصبر هو نصف الإيمان، واليقين هو إيه، النصف الثاني. اليقين هو النصف الثاني، ولهذا قال ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، هذا هو المقصود من الإمامة. أئمة أصلها أئمة، طبعا احنا بنعمل إشارات كده عشان يعني المجلس يكون برضو فيه بعض الفوائد. أئمة أصلها جميل جميل أئمة، جمع إمام، أئمة أفعلة أصلها إيه؟ أئمة أمينة أئمة. فماذا حدث؟ إذا كتبتها كده أئمة، ها إيه اللي حصل؟
كسرت الهمزة. نقل، أيوة نقل، أئمة، نقلت شوف، ميمة، حركة الميم أيوة، نقلت لإيه؟ للهمزة قبلها. للهمزة ثم أدغمت الميم في الميم. الله يفتح عليك، فأصبحت أئمة. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من الأئمة. والإمام ليس معناه إمام مسجد، بعض الناس فاهموا أن الأئمة يعني إمام مسجد بيصلي الناس، يعني ليس هذا المقصود طبعا. ممكن اللي بيصلي الناس ومش مش قا... يعني ليس عالما، أو ليس يعني يخشى الله، ليس تقيا أو نقيا، ممكن يكون بيشرب سجاير ويكون ويكون ويكون، ولكنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإمام. فإذا ما المقصود بالأئمة؟ قرأ بعض السلف إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، فأحد الناس قال انظر ما تقول، كما روى الحاكم في المستدرك، انظر ما تقول، إن إبراهيم كان أمة. فقال أيها الرجل، أتدري من الأمة؟ قال من؟ قال الأمة الذي يعلم الناس الخير. إذن الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، إبراهيم كان أمة. الإمام الشافعي رحمه الله سئل هل يبتلى المرء أولا أم يمكن له؟ يعني أيهما ماذا يكون أولا؟ هل يمكن ثم يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ قال يبتلى، فإن صبر مكن له. الله، طب ليه يا إمام؟ ما دليلك؟ تعرف الدليل يا أستاذ نصر؟ لو أجبت وجئت بالدليل أعطيك جائزة إن شاء الله، زيادة ممكن جائزة، زيادة على الإجازة. انا نقول ان في البقرة حسبتم ان اللي هي ايه بقى؟ تتركوا، ام حسبتم ان تتركوا، لا والف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا، ابراهيم عليه السلام، قريب. واذا ابتلى ايوه ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. شوف الابتلاء اهو، ابتلاء خصال الفطره وغير ذلك. وذلك قال لك اختتنا ابراهيم وهو ابن 80 سنه، يا الله أكبر. بالقدوم، بالقدوم اللي هم الله المغاربه يقولوا القدومه، ويمكن عندكم في ليبيا برضه المغرب يقولوا القدوم، القدومه اللي هي ايه؟ أيوة آلة حادة تشبه الفأس نجامة، أو نحن نقول نجامة. نجامة، هنا هنا يقولوا القدومة، القدوم. وتروى أيضا بالقدوم، موضع، موضع، أيوة موضع يسمى إيه؟ بلدة اسمها القدوم أو القدوم فيها لغة، إنما القدوم اللي هو بالتخفيف الآلة. وهو ابن 80 سنة استجاب لأمر الله، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يا خلاص، تم الأوامر، استجاب الأمر لله، يأخذ المكافأة، قال إني جاعلك للناس إماما. الله، نعم، تفضل يا أستاذ نصر. بارك الله فيك شيخنا. فصل. وأسقط المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين كجاء أمرنا وورش سهل أخراهما وقيل لا بل أبدل وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إن للمصر وأبدل ياء كسر من بقى للمصري، للمصري، للمصري وأبدل ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذاءتا وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مد لدى المكسورتين وهنا ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كاليا وكالواو ومهما وقعت مفتوحة ياء وواوا أبدلت وإن أتت في واوا الكسر مفتوحة، واوا وياء أبدلت. مفتوحة ياء لا العكس، واو وواوا واوا وياء. واوا وياء فمذهب وين؟ وإن أتت بالكسر وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم فمذهب الأخطش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. فصل. وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. فصل. والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبر واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل
أبدل ورش كل فاء سكنت، وبعد همز للجميع أبدلت، وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه، وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها، والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا هنا لها ضبطها بالفتح. والعين، هنا ضبطها والعين والعين واللام، الوجهان صحيحان لكن الأشهر هنا والعين. نعم. والعين واللام والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بيس بما، وأبدل الذيب وبير بيسا، ورش ورئيا بادغام عيسى، وإنما النسي ورش أبدله، ولسكون الياء قبل ثقله. القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، أو لام تعريف وفي كتابية خلف، ويجري في الدغام مالية، ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا. ونقلوا لنافع منقولا ردا وآلان وعاد اللولا، وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم في الوسط أو في الابتداء، لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، وإذ لأحرف الصفير أظهر وللهجاء ضبطها أظهر. أظهر. نعم. وإذ لأحرف الصفير أظهر ولهجاء جدت ليس أكثر، وقد لأحرف الصفير تستبين، ثم لذال ولجيم ولشي، وزاد عيسى الظاء والضاد مع، وورش الإدغام فيهما وع، والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير ياتي، والجيم والثاء وزاد الظاء أيضا، وبالإدغام ورش جاء، ويظهران هل وبل للطاء، والظاء والتاء معا والثاء، والضاد معجما وحرف السين، والزاي ذي الجهر وحرف النون. فصل. وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة، وساكن المثلين إن تقدم وكان أنا غير قد حرف. تبين، قد تبين هذا، الكل أجمع على إدغامه، إلا أن نعم محمد ابن إسحاق المسيبي روى عن ايوه أبيه إسحاق الإظهار، وهذا من الإنفرادات، وهو صحيح، وهو في الطرق العشر النفعي، ولا مشكلة في هذا، لأنهم اختلفوا فيما يشبهه، القراء العشر اختلفوا فيما يشبهه في يلهث ذلك، والمخرج واحد. حتى زعم ايوه بعضهم، بعض العلماء زعموا أنه لا يصح الخلاف، فهي مدغمة وجها واحدا لكل القراء، ولكن الراجح أن الخلاف فيها صحيح وسائغ، كما قال الإمام ابن جزر رحمه الله: خلافهم وري، أي اشتعل، اشتعل الخلاف يلهث ذلك. فمنهم من منع الإدغام مطلقا، منع الإظهار مطلقا، ومنهم من أجاز الإدغام والإظهار على التفصيل المعروف عند حرم لهم نالة، يعني الحرميين وهشام وعاصم من الطيبة. نعم. فإذا الخلاف ما فيش مشكلة ان احنا نقول قد يتبين عند محمد بن إسحاق المسيب، لا بأس بذلك. نعم. وأظهر نخسف نبذت عذت أورثتموها وكذا لبثت، واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، يرد ثواب فيهما وإن قرب، ودال صاد مريم لذكري، وبا يعذب من رووا للمصري، واركب واركب ويلهث والخلاف فيهما، عن ابن مينا والكثير أدغم، وعنه نون نوني مع ياسين، أظهر وخلف ورشهم بنونا، ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع، وأدغم في لم يروا لكنه، أبقوا لدى هجاء يوم غنه، وقلبوهما لحرف الباء بمن، وقالوا بعد بالإخفاء، وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قن وان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبهه في ادغامه ما أصله التضعيف في أن التزامه. يشبه في الدوام. أيوه يشبه.
يوش بها. القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال، أما نوش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء نحو رأى بشرى وتترى قلت ما أصله التضعيف في التزامي. نعم تمام. القول في مفتوح المال وشرح ما فيه من أقوالي أما لوكش. نعم كمل تفضل. نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى والخلف عنه في أراكهم وما لا رأى فيه كاليتامى ورمى وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى إلى رؤوس الآيدون هائي وحرف ذكرها لأجل الرأي وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع والألفات اللائي قبل الرأي مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جاري والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين وراوها يا ثم ها طاها وحا وبعضهم حا معها يا فتحا وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين وقد روى الأزرق عنه المحضة فيها بها طاها وذاك أرضى وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار للقالون فمحضها روى وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة التوراة لقالون. نعم بالنسبة للتوراة لقالون فيها الخلاف تقليل الفتح والمشهور والفتح مقدم والفتح ولعل المصاحف عندكم مرسومة على الفتح التوراة. نعم تمام ويرجعك التوراة كما رده حسنه وقل في جزء الفل. نعم فهنا فيها تحرير بعض العلماء ذكروه فقالوا امنع ثلاثة أوجه، امنع التقليل مع القصر مع الصلة والفتح مع المد مع الصلة والفتح مع القصر مع الإسكان، وقد جمعتها في قولي إن رمت تحرير توراة بنص فامنع تقص فما صنف قص. امنع تقص اللي هي الرمز بقى التاء اللي هو التقليل والقصر القاف اللي هو القصر والصاد اللي هو الصلة فما صن الفاء اللي هي الفتح والميم اللي هي المد والصاد اللي هو الصلة فقص الفاء اللي هي الفتح والقاف القصر والسين السكون. ولكن والوجوه الخمسة البقية نعم والوجوه الخمسة البقية جائزة هي الصحيحة، ولكن الشيخ الصفاقسي في غيث النفع نعم ووافقه بعض العلماء كالشيخ القاضي قالوا بجواز الوجوه الثمانية اللي هي ايه فتح او تقليد التوراة مع قصر او توسط المنفصل مع اسكان او صلة الايه ميم الجمع قبل محرك، فالوجوه الثمانية جائزة والله اعلم. نعم فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء حبلا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون والخلف في وصلك ذكر الدار ورققت في المذهب المختار فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. القول في التقيق للراءات محركات ومسكنات رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون الياء نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير والسير والطير وفي حيران خلف له حملا على عمران وبعد كسر لازم كناظرة ومنذر وساحر وباسر إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء فإنها قد فخمت كمصر وإصرهم وفطرة ووقرة وفخمت في الأعجمي وإرم وفي التكرر بفتح أو بضم وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله عرف ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أولي الضرر إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعل وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهل وقبل كسرة والخلف في فرق لفرق بسبب الاختلاف. أيوة كما قال أيوة. ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد. وابن الجزري رحمه الله استفاد كثيرا من ابن بري لأنه متقدم عليه، ابن بري سابق
لأنه توفي سنة 30 أو 700. واليوم ابن جزري ولد سنة كام؟ ولد سنة 51 أو 700، يعني ولد بعد وفاة ابن بري ب 21 سنة، 21 عام أو 21 سنة، وتوفي سنة 33 أو 800. فاستفاد منه وأشار إليه في النشر. نعم. وقبل كسرة وياء فخمة في المرء ثم قرية ومريم، إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا، وإن حكي عن بعض العرب وإنما اعتبر في بشرر لأنه وقع في مكرر، والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، لكنها في الوقت بعد كسر والياء والممال مثل المر، والوقف بالروم كمثل الوصل، فرد ودع ما لم يرد للأصل. القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات غلظ وشر فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهمل، إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات، والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمال، وفي الذي يسكن عند الوقف فغلظا واترك سبيل الخلف، وفي رؤوس الآية خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. هنا سكنها بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة، القول في الوقوف. نعم، القول في الوقوف. بس هي اللهم بالهاء. وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة، القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. وصفة الإشمام إطباق الشفة بعد السكون، والضرير لا يرى من غير صوت عنده مسموع، يكون في المضموم والمرفوع. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض، والخلف في هاء الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما. أصل، وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، وما من الهاءات تاء أبدل، وما من الموصول لفظا فصل، واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس. القول في الياءات للإضافة، فخذ وفاقه وخذ خلافه، سكن قانون من الياءات تسعا أتت في الخط الثابتات، وليؤمن بي تؤمن بي لي إخوتي، ولي فيها من معي في الظلة، وياء أوزعني معا وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلة، ويا محياي وورش اصطفى في هذه الفتحة والإسكان روى. القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة، لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولام فعل أولهن أولهن ومن اتبعني، وقل وياتي لا لئن أخرتني، والمهتدي الإسراء والكهف، وأن يهديني بها ونبغي يوتيا، تعلمني تتبعا آتاني في النمل ذات الفتح الإسكاني. آتاني في النمل ذات الفتح للإسكان، وأتمدونني والجوار في، ثم إلى الداعي المنادي أضفي، وأحرف ثلاثة في الفجر، أكرمني أهانني ويسري، وزاد قالون له إن ترني، واتبعوني أهدكم في المؤمن، وورشني الداعي مع دعاني، وتسألني ما فخذ بياني، ثم دعائي ربنا وعيدي، واثنين في قاف بلا مزيد، وأربع النكير ثم البادي، ترديني والتلاقي والتنادي، وأن يكذبوني قال ينقذون، وترجموني بعده فاعتزلون، ومع نذيري كالجواب نذري في ستة قد أشرقت بالقمر، والوادي في الفجر قمر لا بالفاء في القمر. في القمر، والوادي في الفجر وفي التنادي، مع التلاقي خلف عيسى بادي، فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا له ما حذفتها، لكنه وقف في آتان قالون بالإثبات والإسكان. القول في فرش حروف مفردة، وفيت ما قدمت تنوين حروف مفردة، حروف القول في فرش حروف مفردة،
وفيت ما قدمت فيه من عدة، قرأ وهو وهي بالإسكان، قالون حيث جاء في القرآن، ومثل ذاك فهو فهي لهو، ولهي أيضا مثله ثم هو. نجمعها بنختصر نقول ايه؟ أسكن قالون حروف، أسكن قالون هو وهي بعد فول، بعد حروف كلمة فول، الفاء والواو واللام رابط ذهني، وثم هو. فافهم المنقول لو انت حبيت تكتب، أسكن قالون هو وهي بعد فول وزد ثم هو، فافهم المنقول. نعم، بس خد بالك فول مش معناها الفول المصري، لا، الفاء والواو والفول واللام ليس المقصود الفول المصري، لأن أكل هذا عندنا الفول من نواجذ يغذي العقول. عندكم في ليبيا كثير، أما هم اللي يصنعوا فيه. ما شاء الله، بس المغرب مش موجود يعني، ليس كالطريقة المصرية. الطريقة المصرية، لا شك، الطريقة المصرية بيعمل ما يسمى ببيصار، الفول اللي هو أيوه ايه، الفول المقشور ليس له قشرة ومقسوم نصفين، فيصنعونه البيصار مثل البصارة، يطحن يعني يطيب، يكون مثل الايه، مثل البصارة في مصر، معرفش تعرفها ولا لا، البصارة دي تعمل بالعدس برضه، بيعملوها بالعدس. نعم، فافهم المنقول يا استاذ نصر الدين، اتفضل. أحسن الله ذلك. والله وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، واختلس العين لدى نعمة، وفي النساء لا تعد ثم، وهايا هدي ثم خايا خصمون، إذ أصل ما اختلس في كل السكون. أصل أصل إيه؟ أصلها السكون. هنا بقى تعليلات جميلة جدا من الإمام ابن بكر، بيقول لك يهدي يهدي، الاختلاس هي أصلها إيه؟ ورش بيقرأها يهدي، لماذا ورش ينقل؟ أصلها يهتدي، فورش ينقل فتحة التاء إلى الهاء فتصبح يهدي، ثم يدغم الدالة في إيه؟ الأولى في التي تليها، يهتدي، ما هي التاء بتقلب دالا خلاص، تماثل الدالة الثانية فتصبح إيه؟ يهدي. أما قالون أيضا أصلها يهتدي، فماذا يحدث؟ يتخلص من التقاء، تدغم التاء، تسكن التاء وتدغم في الدال، تقلب دالا ثم تدغم في الدالة التالية، التقى ساكنان، يتخلص من التقاء ساكنين باختلاس فتحة الأول فتصبح إيه؟ يهدي. وما معنى الآية؟ أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي 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 يهدي، بإسكان مع التشديد يهدي، ويقرأ حمزة كسر قاف يهدي، إلا فيها 6 قراءات، إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. المعنى هذه الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك أن تهدي غيرها، لماذا؟ لأنها لا تهدي نفسها، وفقد الشيء لا يعطيه. أفمن يهدي إلى الحق حقا أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، هي تحتاج إلى من يهديها، فكيف تهدي غيرها؟ فما لكم كيف تحكمون. بعض العلماء قالوا يوجد فرق بين يهدي لي ويهدي إلى. أنا نزلت ليبيا في طبرق مثلا، أنت موجود في طرابلس ولا في طبرق أخ نصر الدين؟ في طبرق. في طبرق. طبرق. تعرف الدكتور يوسف قناوي؟ أعرفه، سلم عليه كثيرا، لأنه بإذن الله الكريم كان في اسكندرية وكان يقرأ علي، قل له الشيخ اسماعيل شقاوي يسلم عليك إن شاء أخي الله. يوسف، يوسف قناوي دكتور في جامعة طبرق، درس أيوة، نحن نقوله إجناوي. جناوي، نعم نعم جناوي، عندنا قنا في مصر برضه جناوي، جناويون، سيدي القناوي في مصر زي ما أنت عارف. المهم يا سيدي، فنزلت طبرق وبسأل على بيت الأستاذ نصر الدين أو بيت الأستاذ يوسف، ربما أنت مشغول فقلت أزور الأخ يوسف، فقالوا لي اذهب اركب سيارة كذا ثم انزل مكان كذا ثم اسلك هذا الطريق، في آخر الشارع ستجد مثلا ايه محل ملابس، ثم ادخل على اليمين على الشمال، المهم وصفوا لي الطريق حتى أصل إلى بيتك أو إلى بيت أخ يوسف. يبقى هؤلاء هدوني إلى البيت، إلى وليس لي، أيوة، يعني أرشدوني، أعطوني العنوان الصحيح، بينما أنا أبحث، فجاء شخص قال تسأل عن بيت الأخ نصر الدين، قلت نعم، نصر الله ولا نصر الدين؟ نصر عبد الله. نصر عبد الله، نعم. فقالوا تسأل عن بيت الأخ نصر، نعم،
انا اعرفه واسكن بجواره، اركب معي السياره. فركبت معه حتى اوصلني الى باب بيتك، ثم ادخلني البيت، فهذا هداني لي، هداني لبيت الاخ نصر، لي وليس الى. صحيح. اذا في فرق بين الاثنين، هداني الى يعني اعطاني عنوان وارشدني، وهداني لي يعني اخذ بيدي وادخلني البيت. اقرا الايه مره ثانيه. افمن يهدي الى الحق، يعني يعطي عنوان الحق، يرشد الى الحق، يبين لنا طريقه، حق ان يتبع. الرسول صلى الله عليه وسلم بيرشد، يعطي العنوان فقط. اما لا يهدي، اما لا يهدي، اما لا يهدي شعبه الا ان يهدى. يبقى ايش المعنى بقى؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، يعطي عنوان الحق، قل الله يهدي. أو ها، ما قالش الى إلى الحق، الحق لا ما قالش الى، يهدي الحق للحق. إل الله، يعني ياخذ بايديك ويدخلك في الحق. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، يرشد، يعطينا عنوانا. اصنام لا تملك أيوة شيئا اصلا، حتى هي لا تملك لنفسها حتى تملك لغيرها. فقال قل الله يهدي للحق، اي ياخذ ليه بايديك ويدخلك في الحق. ماشي، للحق. كمل فوق. جزاك الله خيرا. الله فيك. وأنا إلا مده بخلفي وكلهم يمده في الوقف، وسكن الراء التي في التوبة في قوله عز وجل قربه، وليهدي هذا أما انفراد ورش، الورش الوحيد والذي يقرأ قربة، قربه. لأنها قربة له الوحيد، وقالون بيسكنها كالجمهور. نعم. انفراد ورش. وليهب همزه واللائي مع ليلا في مكان الياء، ثم ليقطع وليقضوا ساكنا وليتمتعوا وأو آباؤنا. واتفق بعد عن الإمام في سين سيئة سيئة بالإشمام، ونون تمنى وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء. بالنسبة لسيئة وأرأيت وسيئة، سيئة أصلها سوئة، سوينا وقيل أصلها قويل، وحيل أصلها حويل. كل هذه الكلمات التي فيها إشمام، هنا قد يلتبس على البعض كلمة الإشمام. يعني إيه إشمام؟ الإشمام نوعان، إشمام إشارة، إشارة بالضم في رفع وضم، هو الذي يعرفه الكثير ومذكور في الجزرية. وإشمام آخر اسمه إشمام صوت. صوت، خلطه ايوه، الصوت نوعان بقى. خلط اللي انت هتقوله، خلط ايه؟ خلط يعني حركتان مثلا. حركه بحركه، او خلط حرف بحرف. خلط حرف نعم بحرف مثل ايه؟ والصاد زي اشمها لدى خلف، اهدنا الصراط ايوه المستقيم. تشم الصاد بصوت الزاي، فتخلط اتنين مع بعض تطلع لك ظاء العوام، الصراط كما قال الشيخ القاضي. والنوع الثاني اشمام خلط حركه بحركه، يبقى السيئة اخلط بيها الضم، فتجيب تلت الضمة مع تلت مع ثلث الكسرة كما قال ابن جني وابن الجزري ومن وافقهما من المشارقة، فتبقى ايه؟ سوي سوي، تجيب ثلث الضمة وثلث الكسرة تبقى سوي سويئة. كل هذه الكلمات أصلها هكذا، سيئة سويئة، قيل قويلة، حيل حويلة، إلا غيضة وجيء، أصلها غيضة وجيئة، فأصلها ياء وليست واو. طب لماذا يفعل العرب هذا ايوه الإشمام؟ الإشمام لغة أسد وعقيل وقيس. لماذا يشمون؟ ما السبب؟ للدلالة على الأصل، عشان يقول لك أصلها إيه، فيعمل إيه؟ ثلث الضمة وثلث الكسر، سوي سوي سوي. وهذه الطريقة تسمى بإشمام الإفراز، طريقة المغاربة. هذا اللي نقرأ بينا نعم، بس نقدمه في الضم. طريقة المغاربة إشمام الشيوع، إن هو إيه؟ ليه؟ ويضم الشفتين ويميل الياء جهة الواو، يقول إيه؟ سويئة سيء، ويضم الشفتين، وكلاهما صحيح. هذا مذهب المغاربة، مذهب الإمام الداني ومن وافقه، وكلاهما صحيح، ومذهبنا هو مذهب المشارقة. نعم. ونون تامنا وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء. ما عمل وأرأيت الإخفاء؟ المقصود بالإخفاء هو إيه؟ الإشمام. الإخفاء، أنا الروم، الاختلاس يعني الروم. الإخفاء اللي هو الإيه؟ الاختلاس. الاختلاس البعض قال الراو، تأمنون. ولكن الراجح انه اختلاس. الاختلاس النطق بثلثي الحركه، فتقول ايه؟ ما نعم. لك لا تامننا، تامننا تاتي بثلثي الحركه، انما الراو بثلث فقط، فالراجح انه اختلاس. فالنحاة في هذا الوحيد في وسط الكلمة. نعم، لا ده بالنسبه هو اختلاس وليس روما. لو اتكلم عن روما هو الوحيد في وسط الكلمه، انما هو الصحيح انه اختلاس وليس روما. نعم، نعم. انما بتقول ايه؟ بتفك الاضافه، تقول تامننا
أما الإشمام فأنت بتدغم وتضم شفتين في نفس الوقت، ما لك لا تامنا وتضم شفتين. أبو جعفر هو الوحيد الذي يأتي بالإدغام المحض كما قال ابن جزي، وبالمحض السجن تامنا. نعم، قدم عند أهل الأداء هو الاختلاس. نعم، طبعا المكتوب عندنا الإشمام، نحن المقدمة عندكم الإشمام مش مشكلة، اختلافات بتكون بناء على كسرة الواو وما شابه ذلك. نعم، ولكن الراجح هو الاختلاس. نعم، أيوة. وأرأيت وهانتم سهل عنه وبعضهم لورش أبدل. شيخنا لو تقرأ لنا الإسهال التسهيل، يعني التسهيل في كلمة أرأيت. رأيت الاستفهامية، لك أن تقول إما الإبدال وهو المقدم عند المغاربة أرأيت، وهو الأسهل. أو إيه التسهيل أرأيت. أرأيت والمقدم عندنا مع شرع المشارقة وعند شيخنا النحاس هو التسهيل في أرأيت وها أنتم، المقدم هو التسهيل ثم الإبدال. والمغاربة مقدم عندهم الإبدال وعليه الرسم، تقول إيه ها أنتم إبدال رايت. وعند الوقف العلماء قالوا إذا وقفت على رأيت فلك التسهيل فقط، لا يصح لك الإبدال، ولكن أجازه الشيخ هاشم المغربي مع التوسط، أيوة. تقف مع الإيه؟ مع ومثله التوسط. كلمة أنتم، أنت أنت. أنت برضه نفس الحال. نعم، ولكن والها الراجح هو التسهيل فقط. نعم، وقفا. نعم. والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه، وهي له من همز الاستفهام أولى، وها هنا انتهى كلامي، فالحمد لله أنا على عندي ما أنعم. نظامي كلامي وبعض نظامي، والمشروع عندنا نظامي كما حققه الشيخ العبقري. أيوة انتهى، نظامي أيوة انتهى نظامي، وهو المشهور. فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهم، ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كمل ذكر مخارج الحروف وصفاتها، ما هي دي برضه موجودة في النظم، مش حافظها ولا ايه؟ لا مش حافظها يا شيخ، طب اقرأها، لعند عندك النسخة اقرأ بقى. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد، فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي 13 في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف أسفل قليلا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافاته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء والنون هكذا حكى الفراء، والحق أن اللام قد تناها لو من الحافات من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدون كالبيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال، ومن طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا فزت بالوصول، ومنه يخرج ومن أطرافها ما امتاز بالإعجام من خلافها، والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينه ما تبين، والفاء من باطن السفلى الشفتين وطرف العليا من الثانيتين، والميم من بينهما والباء، والواو لكن ما بها التقاء، ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومة المشهورة، فالهمس في 10 منها أتى، هجاء حث شخصه فسكت، وفي سواها الجهر والشدة، في أجدت قطبك 8 أحرف، وما عداها رخوة لكن يقل في هجاء لم يرعون، والانسفال في سوى هجاء قذ خص ضغط ذات الاستعلاء، وأحرف الإطباق من ذي الطاء، والصاد ثم الضاد ثم الظاء، والصاد ثم الضاد ثم الظاء، وغيرها منفتح ثم الصفير،
احنا قلنا ايه وحرف الاطباق من ذي الطاء والصاد ثم الضاد ثم الظاء وغيرها منفتح ثم الصفير في السين والصاد وفي الزاي الجهير والمتفشي الشين والفاء وقيل يكون في الضاد ويدعى المستطيل واللام مالت نحو بعض الاحرف فسميت لذاك بالمنحرف والراء في النطق بها تكرير وهو اذا شددتها كثير والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. إن شاء الله أخ يوسف أخ نصر عبد الله أيوه أهم أجزتك شيء الاسم أجزتك بهذا النظم رواية وإذا أحببت أن تأخذ الدراية فعلى العين والرأس ولكن أهم شيء هو أن أمتحنك فيه فإذا كنت قد درسته كاملا أو سمعت شرحه لي أو لغيري فراسلني مشكورا حتى أمتحنك فيه وإن كنت جاهزا الآن فمرحبا أنا لست جاهز إن لم تكن جاهزا الآن فإن لنا فيه الوجهان غدا أو بعد غد إن شاء الله أو في وقت آخر. طيب شغلة تكتب لي الإجازة زي ما داير في الأجواء على الصفحة. حاضر سأكتبها لك إن شاء الله وأرسلها لك إن شاء الله. وأرسلها لك إن شاء الله عبر هذه الأجهزة الحديثة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أستاذ نصر ونفع الله بك الإسلام والمسلمين وكذلك الأخت نور الحراق طبعا هذه المرة الثالثة ما شاء الله عليها. سمعتها معي 3 مرات وحضرت أيضا دورة الدور اللوامع في نظم مقرأ الإمام النافع الخاشع أبي رؤيم المدني نافع إذ كان مقرأ إمام الحرمي فإن شاء الله أجيزها لأخت نورة وأرسل لها إن شاء الله خلاص أنا أرسلتها لها قبل ذلك مش هنجزها تاني بقى خلاص صوتيا وفي معنا أيضا الأخت خديجة أم وجدان لعلها من وجدة المغرب هي طبعا لم تحضر المجلس كاملا ولكن إن شاء الله ما فاتها يمكنها أن تراسلني حتى أراسلها بموعد أو أي وقت آخر نحدده لها وتقرأ ما فاتها إن شاء الله. نعم وأيضا أجازت الأستاذة طالبة الفردوس تابعت معنا أيضا فجزاها الله خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم أجمعين إن شاء الله. تأكيدا الأخ نصر بارك الله فيك أرسل لي اسمك مشكورا. تمام نعم نصر ابن عبد الله ابن عبد الله صالح هاشم. نعم بارك الله فيك يا أستاذ نصر. اللي عايز يصح يعني ياخد يتابع هذا المتن بهذه الطبعة التي كنت وضعتها طبعة الدكتور العبقري فإن شاء الله سأضعه أسأل الله أن يذكرني بذلك سأضعه رابطها في الصفحة إن شاء الله صفحة المقرأة إن شاء الله يحمل هذا النظم الماتع بهذا التحقيق الجامع المانع. تقبل الله منا ومنكم نفع الله بنا وبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.